مرة أخنا نلتقي في قناتكم الكريمة. حقيقة هذه القناة دائما سباقة لعرض وطرح مشاكل اللاجئين خصوصا في النمسا. جزاكم الله خير على وقفاتكم دائما، هذه القناة حقيقة سباقة. اليوم نحن في وقفة احتجاجية حقيقة أمام وزارة الداخلية لما يعانيه اللاجئين أو أصحاب الحماية الفرعية. والله أنا التقيت بعائلات مآسي حقيقية. الشباب اللي موجودين أو السوريين الموجودين خلفي الأغلب لم يلتقي بعائلة من 3 سنوات أو 4 سنوات. يكاد أطفالنا ينسون صورنا يا أخوة. نرجو منكم قناتك الكريمة أن يوصل صوتنا وصوت اللاجئين إلى كل مسؤول في هذا البلد. نحن نطلب منهم كما حصل الأخوة اللاجئين في ألمانيا الحماية الفرعية. نريد أن نجتمع في عائلاتنا. نحن الآن 3 سنوات وأربع سنوات لم نلتقي بعائلات. والله ما أسف، كثير من الناس أمراض نفسية أصاب الناس يا أخي، أمراض نفسية. جزاكم الله خير، شكرا لقناتكم الكريمة دائما.